الدنيا ما فيها ولا شي بتقطش وبترجع تمشي، ناس ما في معها تعيش وناس بدها تاخد كل شي، وناس ما في معها تعيش وناس بدها تاخد كل شي، وناس بدها تاخد كل شي. قلبي عليل والدوز بس ماوي هوب وسكاي ما بيعمل فرق ونعيش بساتسفاي ويلي يا باي يا بو السيارة اللي انسر واللي انسر عيني يا يما يا بو سبع مرايا يا بو سبع مرايا ومكتوب على رفرافة ابو جنتي عيني يا يما وخصوصي للصبايا احنا الفتنة بالحيل الله يسامحك يا كوكب على هالعملة لك. شلون بتتركيني نايم لهلا لك امي؟ انت نمت متأخر شي الساعة 8 9 بدك تقول. شو ظريف هالصاحبك؟ شو اسمه قلت لي؟ مين صاحبي؟ لك هذا مخلص مبين عليه ابن حلال. ايه ابن حلال مصفي صعي امي شفتي لي اسوارتي الذهب كنت حاططها على المجلة؟ لا ما شفتها لا تكوني نسيانه ولا ناترتيها هون ولا هون لك لا امي امبارح شلحتها قبل ما اجلي وحطيتها على الرف وين بدها تروح يعني دوري عليها مني الله لا يعطيك العافيه يا مخلص لك تقبرني ليش هيك عم تدعي على رفيقك حرامك طيب لا امي ما في شيء ما في شيء لك عواطف كويتي لي الشال الأزرق؟ أنو شال أمي؟ شال الجيران شو بيعرفني؟ كويتي لي كنت حاططه على الحبل أمي والله ما شفته شراب أخي شال رح يبرد شو نتعو الجني يعني؟ جني؟ لا مو جني هاد هذا واحد سعدان اللي أخده شو هاد لك عواطي؟ ليش هيك السمكات عم يسبحوا فيها كاسة الشاي؟ كم ما تصفيها؟ جيبي لي سنارة صيد لصيده والله معك حق أخي فتر راسي على مصفاية الشاي وما كنت لاقيها حتى سأل أمه إنكتنا نكت للمطبخ كنا نلاقيها للمصفاية أبداً لا تغلب مصفاية؟ لك إيه المصفاية؟ الله يعطيك العاصفة يا مخلص لك مدني نفسك لمصفاية؟
يلا خاطرك امي رح اكمل الشاي. سمك ولا بلا سمك؟ لك اروح يا لسه بيمزح معي. شو صار لك؟ شو بيعرفني؟ لك ليش هي منفوخة؟ نحفية مثلي، شلون بلف انا ليك قد ايش ريا؟ يلا رح نحف امي رح نحف. لك عماد؟ عماد؟ لك عماد؟ شو هي؟ شو هي؟ لك شو هون هي؟ لا لا شلون نايم هون؟ لا ماني نايم. لحظة ماني نايم هون برو. وينك بكيف؟ قعد لي بعيد بعيد. لحظة أنا هون ليكني أنا هون نايم هون. هات الألف ليرة. ليه خير شو في؟ عمي الألف ليرة مو أنا أعطيتك إياها، بدي إياها أعطيني إياها. لك كمان شي بس فهمنا شو القصة أبو جانتي. لك أنا يا مخلص فوق ما طعميتك وصار بيني وبينك خبز وملح وأعطيتك مصاري نص اللي بجيبتي وعاهدتك عهد الله إنه نصير رفقات ودور لك على شغل، لك بتسرقني. هلا هي القصة والله حليت لي مفاصلك أبو جانتي. أخي أنا لما سرقتك أول شي ما كنت بعرفك، والله عظيم ما كنت بعرفك. بعدين بعمرك سمعت حرامي برجع لي سرقه؟ ايوه منيح اللي قلت لي انه الحرامي ما برجع لي سرقه، معناتها ما بدك ترجع لي الاغراض يعني. ماشي يا اخي، انا لا بدي الالف ليره ولا بدي الاغراض، بس لما تورجيني خلقتك الله معك. والله ما بتنسى. خلص بقى خلص مخلص ما معقول. انت بتعرف شو صار؟ بتعرف شو صار؟ بالله العظيم شو بده يصير يعني؟ شو كان صار؟ اخي انت فت علي هديك الفوته وقعدت تحكي لي هذا الحكي، والله دوتني خجلتني بثيابي يا رجل. ايه. ورجعت بعدين فطرتني وعطيتني مصاري، يعني نسيناه هون الاغراض يا رجل، والله نسيته. نسيته؟ ايه خليك نسيانه اخي. والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما بتمشي. لحظه لشوف لك اياهم. العم وصل الاغراض يا زلمه. العم ضربك على اعتنبك شو ها؟ وهي الاغراض مصفاية لك يا مخلص، لك يخرب بيتك، لك في حدا بيسرق مصفاية؟ لك شو بدك تعمل فيها؟ كمان صاحب مرأة؟ يعني ما بتشرب شاي إلا بدون طفل؟ ما هو لأنه الطفل بيعلق بين أسناني بضل صعب نكوش فيهم لحتى يطلعوا. سلامة أسنانك سيد مخلص، لك أسوارة أختي عوا، لك شو بدك فيها للأسوارة تسرقها؟ لا والله كنت عم فكر بيعها. كمان تنباع بالعزر ريتها. جراباتي؟ لك جراباتي يا مخلص؟ لك حدا بيسرق لي جراباتي أنا؟ لا لا أبو جانتي لا تقول سرقتهم، والله العظيم أكيد مسعيرهم منك يا زلمة، مثل الأخوة سرنا نحن. شال امي منه. لك انت ما عندك حريمات تخاف عليهم؟ لك هلا امي اذا بدها تروح مشوار شلون بدها تطلع؟ حافيه بالعرقة؟ لا مو هذا قصدي، انا كان قصدي انه هي تدور عليه ما تلاقيه تتضايق ومرجع لها اياه وتنبسط. عرفت شلون؟ تنبسط؟ مخلص ممكن تطلع من حياتي؟ ما على اساس بدي اجي لعندك تلاقي لي شغل؟ ما بدي تجي لعندي وانا ما بعد اخلي فيك يا اخي. لا خيو بدك تلاقي لي شغل وبدي نصلح على ايدك. شو بدنا عم جانتي مثل الاخوه؟ هات تعال انبسط. لك انت بتنصلح انت، لك انت حدا بيصلحك انت. لك عم نمزح معك يا زلمه. ماشي هعطيك اخر فرصه. مصفايه شرفوا هاي الاغراض. شرفوا وين كانوا؟ وين كانوا؟ كانوا مدري وين كانوا. امي انا كثير جوعان، ان شاء الله طعميني. فهمني قبله ومنين جبت. خلص امي بعدين بفهمك، هلا رجعت انا. علينا امي تقبريني انت تري لشوف. يلا تعي. وانا راح افتح الباب.
يقبرني هالوش. مخلص؟ لك هذا مو قميصي اللي لابسه؟ لا لك أبجانتي، بيناتنا خبز وملح، هلا بيناتنا قميص؟ لك إذا بيناتنا خبز وملح بتسرق لي قميصي؟ لك لا يا زلمة لا تقولها، شو سرقة ما سرقة، استعارنا استعارة بلو. استعارة؟ إيه. بعدين شو جابك اليوم؟ مو موعدنا بكرة نحن على أساس؟ مزبوط، بس تذكرت شغلة. هدلون كاسيتات استعرتهم امبارح من سيارتك وانت عم توصلني. مين يا حدو؟ يي اهلين مخلص، اجيت بوقتك، الغدا جاهز. فوتي فوتي. ماله جوعان امي، ماله جوعان. طيب شو جوعان ومو جوعان، خليه يفوت يتغدى، عيب استحي. فوت مخلص. تفضل مخلص افندي، شرف. يلا يلا. صحة وهنا. لك مخلص كتير أكابر، أنت من بيت مين؟ من بيت التش خالتي، دايما أبجاتي. صحتين وهنا، كل ما خليت شي رح انفجر. شغلة بسلمي إيدي يا خالتي، والله أكلك بياخد العلقة والله. إن شاء الله صحتين وهنا مخلص. أماني ها مخلص، كل ما أجا على بالك أكلة محترمة تعال عنا. أكيد خالتي أكيد. شايفت لك هالمخلص احسن من كل رفقات اخوك واحلاهم كمان. يا احلى وبرك انت. ايه ليش امي؟ ليكي ما احلى من نقطة رشك رش. ما شبعت ابجنتي؟ ما بدنا نروح. طيب نوي بدنا نندفيس. لك يا زلمه ما على اساس تامن لي شغل اكل منه بالحلال، شبنا. ايه طيب ماشي، يلا شرف. امي انا رايح، بدك شيء؟ الله معك، تقبرني مهونه. مع السلامة أخي. شو شرف؟ شرف. قدامي قدامي. قدامي. واقف واقف. بدي فتشك. لحلك أبجنتي؟ بدك تفتشني ليه لك أبجنتي؟ والله زعلتني. طيب ماشي. شرف. آسف أنا. شرف. قدامي. خلصني. نقبر طلع بالسيارة. لكن نقبر طلع بالسيارة، عم لك شباب ولا شيء. بس حبيت اورجيك يا ابو جانتي انه انا لما بدي اخذ شيء باخده، والله باخده. ها ليك ما احلاها المكنسة. يخرب بيت قلبك. لك هي منين لطشتها؟ من جوا. لك العمى بقلبك شو بنمس؟ يفتح حديشك. انا ما شفت احقر منك لسه. اخر مرة بيقفل، ما شفت بيقفل. اخر مرة بيقفل. اخر مرة يا ابو جانتي راح يفتح حديش قلبك. تعال السيارة. ابير اطلع. حرامي رخيص انت. لك مقشي حدا مو طبيعي، شي مصفاية، شي مقشي. بعدين يا ويل ويلك تمد ايدك على غرض من السيارة. بدي اسفقك بوكس طلع لك الدم من وشك. عم تضحك ما؟ لكان أنا سعيد حوزاني على سن ورمح، فضربيني كف قدام باب بيتك. لكان أنا سعاد رزق بنت أمينة على سن ورمح، تقلعني بالشعرة وتقلي حلي عني يا سعيد. ولك أنت مين مفكر حالك؟ منيح اللي قبلت فيك. ولك أنا نص شباب الحارة، إذا مو كله بتمنى شعرة بتصبحت صغيرة. دخيل الله، ليش شباب حارتكم شباب؟ شباب ونص حبيبي. شبك لك سوسو، حسي فيني. لك امبارح مضيع طابة، أنا مضيع طابة، والمدرب قال لي ما بتجي على الملعب إذا ما لقيتها، يعني ما في تمرين. ويا لأمتي إن شاء الله. ولقيتها؟ لا ما لقيتها، بس رح زبط المدرب. كيف؟ اليوم عندي حمل بطاطا بدي نزله، رح أخذ له شنطة بطاطا. يو ليش المدرب بدي أخذ بطاطا؟ شبك لك سوسو، يعني المدرب ما عنده عيلة، ما عنده أولاد بدهم ياكلوا. ايه بلا بلا، بس يعني انا ما توقعت انه بياكل بطاطا. لك بياكل بطاطا هو ولاده، لك عنده اولاد بياكلوا الزلط. ما شاء الله ما شاء الله. طيب سعيد انت روح احكي معه، غاليه الطابه. غاليه اجنبيه بسبع جلود. ابركي بقصت لك اياها، انا بعمل جمعيه. خلص خلص انا بتصرف، المهم انا رايح على التمرين هلا. وانت وين بدي اروح يعني؟ اكيد لعند سمسمه، لعند عواطف. ليك مخلص، انا هلا اخذك لعند واحد من اعز رفقاتي، وزلمه كثير قبضاي وعنده شبكه علاقات كثير بتفيدنا مشان شغلك. فبوسه لايدك ما تفشلني. اعوذ بالله ولا يهمك. ايه وهي مال الحق، رجع لاصحابه. صحيح شغاله مسجلتك يا بجانتي؟ ايه شغاله. شو بتحب سمعها؟ جرب لنا شريط ما تسمعني شيء. ليش مخلص هذا الشريط مو من عندي؟ اعوذ بالله.
بشرف ابوك مو من عندي. اعوذ بالله يا رجل، شو من عندك؟ انا هذا سرقته من السيرفيس وانا جاي لعندك، بس مو من عندك. متاكد؟ الله وكيلة. ماشي قول الله. هلا بس اسمعوا بي. ما راح انسالك يا هذا. خلص لك ابجانتي انه على راسي من فوق، انت اللي بتجيبه، انت بتأشر ونحن بناكل. والله نور المحل احلى ابجانتي. انت عنا جيب لك كازو. لك روح مخاتل. روح على مهلك علي للصبي. مخاتل شو قلت لي بتشتغل حضرتك؟ انا حرامي. بلا حرامي؟ لا يا زلمه، قصده حرامي نطلع عنده على البيت. انا كمشت له اياه وجبته لعندك مشان شغله شغله حلال يعني. ايوه. وشو كنت تشتغل قبل ما تشتغل يعني شو تشتغل انت؟ حرامي كمان. لا يا زلمه لا، شبهك حلت عليك الغلاظه. هلا هو بيحب يمزح نكتي، رح تنبسط منه. ما اشتغل شيء هو. خلص لك انت لا تاكل فكره. انا بالنسبه لي بس اترك لي اياها يومين ثلاثه لاعمل اتصالاتي كم تليفون وبنشوف وين بدنا، يعني بركي بنلاقي طريقه انه بيشتغل عندي هون بالمحل. لا هنيك مو بالمحل. انا بصفط لك يا شغله العرق. لا والله عرضك كمان بالله كامل العدد عندي. خلص انت اتركه، انا بركز لك يا. مو من طرفك، اعتبره صار بطرفي. كبير يا ابو ليلى كبير. اي والله الله يديمك يا ابو ليلى. خلص لك مخلص، لا تتكلم. مو من طرف امجانتي والله. لا اتحشك بعيوني دحش فتنت. اي سيدي اسمح لي انا بدي امشي. لك والله قاعدين شو بكون؟ ناموا عنا اليوم وحياه الله. لا يوم ما لا لا ما تسببنا لسا. الله يقويك يا رب. يلا خاطرك شري. يلا شري. ما تاكلوا هما امولكم محلوله 77% محلوله باذن الله. يا معتز تعال عندي لهون. معتز مين؟ معتز معلم وليد. انا والله وليد. ايه. يعود وليد بيسالك حبيبي. ايه. انت في عندك هيك مغوش يعني نيه بدك بطي؟ لا معلم. يقوم خد هدول ايه على جواك عم قدامي العمى. لو كان بطل كنا هدحنا لهداك محله والله وخلصنا مغير ضو بيشنا قدام ابجانتي. ويه يا كتلت وردي اوه شوه شوه الرزق هذا اللي هو. ايه بس شو هالأبو ليلى خزيت العين، حبيته من كل قلبي على فكرة. والله انت كمان حبيتك كثير انا، خاصة لما قلت له حرامي. ايه معقول انت لك يا مخلص؟ معقول عم زبط لك شغل عند الزلمة بتروح تلزقه يا هيك بخلقته. لك هو عرفت شو صار ابو جانتي؟ عرفت شو صار؟ فاجأني بالسؤال عملت له حرام. رد على هالتليفون انفلقنا وهو رد. اخي ما جعبل يرد على التليفون. لا حول ولا قوة الا بالله. لك بلكي في شي سرقة محرزة هلا تظبط حالك فيها على بين ما نلاقي لك شغل. لا يا ابو جانتي على اساس بدك تصلحني؟ عم تعلمني على السرقة؟ هي خرست لك اياها. انت بتنصلح انت؟ خود هي موبايل عدا منه صابرين كمان. الو اهلا ابو ليلى. شوف شو ابن حلال مو معقول. ايه ليش عم تحكي من الارضي؟ موبايلك ايه كان على الطاوله هلا لما كنا عندك. شبه شلو؟ ايوه ايه معي هو مو ايه معي. ايه الموبايل. ايه والله اخذته بالغلط انا من على الطاوله وانا طالع. الله يصلحك قلت لك انا. ايه هلا برجع لك يا ابو ليلى، هلا بجيب لك يا. والله نسيته فكرته موبايلي. اهلا ابو ليلى. هذا لك مخلص مخلص طول بالك مخلص طول بالك يا رجل طول. لك انت بدك تجنني؟ لا لا والله شو هذا؟ ليش لك ابو ليلى هذا من شغلك عنده؟ ولك 15 سنه يا زلمه ما في محل بفوت عليه الا ما هف منه شغلي. ما قدرت شفت الموبايل قدامي هفيته. لك بعدين انا قديش شايف حراميه؟ انت افشل حرامي انا شفته بحياتي. لك بدك تسرقه وسرقته اطفيه. ما هو انه ما كنت بدي اسرقه كنت بدي رجعه، مشان هيك تركته شغال. كذاب، انت كنت بدك تطفيه بس ما عرفت منين بينطفى لانك جاهل بالتكنولوجيا. علمنا. تعلم العصي عجنابك. قوم لشوف. لوين؟ لك قوم بدي سجلك بدورة كمبيوتر عشان تصير حرامي صف اول. بدنا نرجع له الموبايل لابو ليلى. بدك شرب شاي؟ دايمي. بدك تاخذ الموبايل؟ عشان تعطيه انت مو انت اللي اخذته؟ طلع الطاولة. طلع نبي. قول الله. صار كثير عم تعصب وجنتي شو انا؟ لك خلصنا بقى. حطيت لي عالي بكفي لك مخلص مو معقول. وين ما نروح هفي 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 ما حرامتك هسه على 6 قومي كلمي معلمتك. يا على قامتي ان شاء الله. لك انا الحق علي اللي بحكي مع اولاد صغار. لك ولي عواطف شو صاير لك؟ من يوم ما هي وانت مالك على بعضك. اه يا سعاد والله بعينته الحب بيشغل البال وبيخلي الوحده مثل الهبله. لا يا هبله
بكره بتشوفي قديش الحب حلو. صحيح وين عمتي اليوم ما شفتها؟ مثل العاده عم تدور على عروس لابو جانتي. اي نعم ابو جانتي دلول امه. يا جابر يا عيوني الرجال مقطوع وما له حدا بهالدنيا، صدقني اذا شغلته بتكسب ثواب فيه. لك يا روح انا اذا فات على المغسل لعندي اربع سيارات وزلمتين مقنتني غسلتهم ها نعمه الله وبركه ما في الشغل. طب شفنا اصحابك هون بالورش اللي حواليك الا ما يكون حدا لازم يشغيل. اذا كان هيك على راسي. يلا خاطرك لوين بدي روح استرزي. وليش نحن ما بدنا نسترزي؟ فوت هالعروس نعمل لها غسله. مو هلا غير يوم. يلا مخلص. يلا يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه معلم جابر. الله معك عمي الله معك. ان شاء الله بتلاقي شغل. الله يكون بعون هالعباد. صبري لك يا صبري تعال لك. أهلا سعيد. لك وش لا تعلي صوتك لعم ما أسألك. لك لا تخاف كلهم جوا بعيد عم يتدربوا. سأل عني المدرب؟ سأل عن الطابي. لك تضرب ما أسألك. شو ما لقيتها؟ لا ما لقيتها. إيه لك النصيحة لا تفوت لأنه معصب كتير اليوم. لا ما رح فوت اطمن أصلا ماني جاي اتدرب عندي شغل اليوم. يلا سلام. إيه مع السلامة راعيت عليك حبيبي. لك حاجة تتساءل حاجة تتساءل لا عمرك ما أسألك يا صبري. هالمرة ما قدرت تسرق شيء لأني كنت مراقبك مزبوط. أنا عيوني عليك عشرة عشرة. فضل يخرب بيتك. لك شو ها حنفية؟ حنفية من عند جابر. هاي من عند جابر. لك أمتى أخدتها وشلون؟ هاي أخدتها لما كنت عم تراقبني مزبوط. يفضح حريش قلبك شو نمت. هدو اوه هيك أنت الثاني. لك خلصينا شو بدك ليش بتنقي؟ اختي طبخي منزلة باذنجان. يلا الله معك. يلا نقوم نشوف شغلنا ونفتح المي. اعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. العمى شو ها؟ لك وين حنفية؟ لا اله الا الله. لك وين حنفية؟ شو طالت حنفية؟ مو معقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أشهد أن لا إله إلا الله. خير ضد المي شو صار معاه؟ لك منين بده يجي الخير؟ عينه صابت هالمغسل. بعلمك كان في حنفية، بعلمك طالت الحنفية، قول شني وأخذها. هي هي. لك هي بذاتها شو جابها لايدها؟ كنت ماشي على سرات حرستك اوي لك اياها بسرعه 100 واذ بلاقي لك على الحنفيه طايره مدري مين شلف علي. طلعت من الشباك وسلقيتها طلعت فيها. ايه العمى حنفيه لمي بدها تكون هي غير لضد المي. جبت لك اياها. يعطيك العاصفه. الله يعافيك. لك بعرضي انك ابن حلال. يا على عريشك يا مخلص. من يوم اللي تعرفت عليك عم يصير معنا نفهات شي مو طبيعي. اي والله اي والله قلبت لي حياتي مسخره. يا على حريشه يبليك بيتلك شو مبسوط اني تعرفت عليك. والله وانا يا وجدتي فرصه تعيسه كانت. لك راح يجنوا الشباب فرطعت شله مدري شو صار. تعرف عم فكر اشتغل معك بلا عن جد عم تحكي. والله انت بدي لك بس خفت تزعل مني. انت اذا بتحط عقلك براسك بشهرين زمان بتقبل الفقر بتجيب 10 لانسرات مثل هيك. خلاص ولا دغري صدقان. هلا بدي اخذك لعند معلمي ابو الملوك. هذا معلمي تاج راسي وبتليفون واحد بهز البلد. يا ويل ويلك تعمل لك شيء حركه هيك او هيك. قوم شري قوم خد كاس الشاي معك. يلا يلا اوام خطه. يلا جيتك شريف. قول يلا بسرعه. يلا بس بشرفي يا مخلص. إذا بتعمل شي حركة هيك أو هيك أعوذ بالله ما بتلوم إلا حالك. ها أعوذ بس شفت لي هالجنبة.
الله عليك يا جابي، مو معقول جابي. لك صدق صدق، انا منين طلعت معي هاي؟ انت بتحبهم هدول البنات؟ كان شغل هفي 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 محرمتك الساعه 6 وبقلبي معلمتك. عماد، لك عماد، لك عماد، لك شو صاير لك؟ بقى شو قلت معلي؟ هيني ابو جانتي هيني، انا بالاساس كنت عم بفكر اني اجيب واحد يساعده لجان. جان عم يتلبك وقت عم يفك الدواليب الكبيره. ايه والله ساعتها بتكون عملت معنا معروف، ما رح ننسى لك اياه بحياتنا. يا ايه والله جان مرني معلم. خد الشاب معك علمه شلون بتنفك وبتتركب الدواليب. على نافوخي شرف. على راسي، على راسي والله. قالين الله حيو مخلص. الله يجزيك الخير. انت الله يجزيك الخير، شاب مقطوع من شجره وما في بايده مصلحه. الله يكون بعون العالم. شلون هلا صار معك؟ دمع على خد الزمن معلم، لك دخيل اجريها انا ودواليبها ووقفتها وشخرتها وحركتها، ست الستات اللانسر معلم، بعدين بتبوس اصبعات رجلك الصغيره. شو ما طولتوا؟ والله يا معلم مخلص عزماته قوايا، وبثواني كمل فك الدالو. نمر! روح جنب تروح على شغلك. عود مخلص. على راسي. تقدر تجي من بكرة الصبح تداوي لك. الله يديمك إلهي يا رب. شو بدنا نتذكر لك منايح لنتذكر لك يا أبو الملوك؟ لك شو هالزلمة هذا؟ صغيرة أبو جانتي صغيري. لك خلينا نتيسر نحن معلي. السلامة، الله معكم. شرف. السلام عليكم. مع السلامة. شو عم يبلعت جنط؟ لك خير جنط؟ شو بك صاير معاه؟ لك ما في شي، بس فكيت العزقات من شوي وما عاد لقيتهم. اني مع مخلص نسيهم معه بالجيبه. بهي الجيبه ولا بهي الجيبه؟ بهي الجيبه نسيتهم يا ربي. ايه هاتهم اوام يلا بدي اعطيك اياهم. هو كان بس نسي. هدول اني هدول شفت واحد اثنين ثلاثه مظبوط. هاي الرابعه، هاي الرابعه كمان نسيتها هي. يلا شري. الله اكبر. عزاءات لك مخلص، عزاءات لك مقلل عقلك للعزاءات. شو بدك تعمل فيهم؟ شو بدك تعمل فيهم؟ بدك تركبهم لمخك الطاقه؟ لك لا لك ابجانتي شو مخي ما مخي لك يا زلمه. اربع عزاءات 25 ورقه لا لعند ربنا. 25 ورقه لك ان شاء الله بيبعث لك 25 حمى براسك. لك بدك تحلقني مع الزلمه؟ لك ابو الملوك، هات ابو الملوك ما بيمزح معه. اي والله انه زلمه معدق. ليه خيو انا ندمت. تفضل لك يبليك بيقتلك. لك مو خلصتك كام ايدك انا؟ مزبوط. بس انا بعدين حسيت الشيطان بده يلعب براسي، عم اجي بدي سبح على نسيتها بالجيبه. هات له اذا بتعيدها يا ويله. اعوذ بالله. خلص خلص راح احكي. يلا امي لحرد لحرد. لك وين التليفون امي؟ لك امي وين ليك وليك خلص اجي حال لقيته. الو 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 مرحبا. اهلي عواطف؟ ايه مي؟ انا معجب. لك مين لك عواطف؟ ايه امي واحد مخربت، واحد مخربت. ولي اضرب شو حمار لتكون زالت مني.
يسلموا جار، نضل معزبينك على راسي. هاي كل رفقاتك فاسوا يا ابو جار. مدري مين اللي فاسوا؟ ضل شي واحد هيك هيك؟ لا ما ضل، كل رفقاتي جننت لي اياهم الحمد لله. هذا حكينا، هذا حكينا، قلنا لا انت بس اسمع علي. خير ان شاء الله. خير. شو عملنا؟ حاطط حزام الامان انت؟ حاطه ليك وهو وانا حاطه، شو خالفنا؟ صف صف لهلك، انا بنزل بحكي معه. صفينا، خليك انت خليك. لك انت معكر اليوم. انا بنزل يا حبيبي. شو لا والله ما بتنزل، انا بحكي معه خلص خليك انت شو بدنا. متعود اكل قرشي بالحلال يا مخلي. خير ولي شو قامت القيامة؟ خير لك شو في؟ شو القصة؟ شو في؟ شو عاملين مع الشرطة اللي وقفكم من شوي؟ شو عاملين مع الشرطي؟ ما عملنا شيء، وقفنا خالفنا ومشينا. فتشون لك مشان شو تفتشونا؟ شو عاملين نحنا؟ لكم خربقين فينا يا شباب. لك لا بتكركر انا هي. لك لا فقرك ما معي شيء. شو لقيتن سيدي؟ والله يخرب بيتك يا يخرب بيتك يا مخلص على هالعمله لك، يخرب بيتك يا حكومه. ابوسه لايدك، صدقني القصه مو محرزه يعني، ولد وغلط خلص. خذوا العصايه والدفتر خلص، لفه بقى مخلص. خذ العصايه والغراض وهي بوسه شوارب. هاي بوسه شوارب. شو عم تمزح معي؟ لك لا ما عم بمزح. خلونا على السياره. لك خلص والله مو محرزه، خلص خذوا الاغراض. والله حرام السياره تحملها هيك يا سيدي، والله بتتكسر السياره. هلا طب على بالك روق شوي، بدي لك لك لا يا ابو جانتي. روح يا ابو جانتي. لك انا من يوم اللي شفتك ما شفت الخير. روح يا ابو جانتي. من يوم اللي شفتك ما شفت الخير. لك على مهلك على اللانسة. بساطه مخلص عندي بساطه. شو بدك بالحبس؟ سيبنا بالحبس يا جانتي. بالحبس صرنا 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 بالحبس يا بحبك بعشقك بموت فيكي. لا دخيل الله ما حكاكي. بحبك لك عماد. هيك بدنا نقضي السهرة؟ أحلى سهرة بالعالم. لك شو أحلى سهرة؟ لك ما حكينا كلمة من أول ما أجينا. لك لا تكون غيران مني. ها ومن شو بدي غار؟ ولك أنا عندي سعاد. اسكت غيران. انت سعاد تقدر هيك تأشر لها بالليل وتغازلها مثل حبيبة قلبي؟ على القليلة أنا وسعاد خاطبين. تعرف لك سعيد؟ أنا ضد مبدأ الخطبة. وليش بقى؟ الحب أحلى من الخطبة. يا سيدي أنا أول مرة حبيت فيها حبيت واحدة بتاخد العقل. طول جسم عيون شعر شغلي عم أقول لك شي حلو كثير. وقديش كان عمرها؟ يعني شي 35 37 هيك شي. وانت قديش كان عمرك؟ انا كان عمري 12 سنة مدري 11 والله ما عاد اتذكر.
12 سنة. روق روق ابو ضاي روق. هدي ابو شو بلا زغرا ابو بطيخ. روق ابو بطيخ خلاص بدك روق يا ابو خطاف. بينتو مشكلجي كم مره صرت في المنخ بلا اضافيرك ابو ليلى. ابو ليلى ما دخلك. ما دخلني. مناكير هاي مناكير. ايه ما عاد بدي اياها. اما رجعها شو قطني قطني. ايه عم اهلك مو هيك. مو شلون؟ شوي شوي شو هي هيك؟ ها شوي 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 شفت عصير على شفت عصير على الشفير. ها تعي نزلها شوي. ما بدي لها قلية خرطومي كمان بصار هون. ايه هون شفتي شفتي طق طق طق. الو مين عم يحكي معي؟ شو حدو ما حدو؟ شو بالله بالحفل مبارك ما عملت لا ما هيكتو يقلها عمزة. ايه فهمت علي بالله بصلاة محمد عم تحكي جد. اسمعي شو محبوس وين بالله احمد اخذ بالله مو ايه جايك فورا مثل الفريرة مش هون الله بوت ايدي خليني اروح رفيقي ابو جانتي موقف. شو في؟ والله ما بعرف ما بدي اروح استفسر شو في وحابسينه. ابو ليلى اول مو انا ابو جانتي المحبوس احكي لي الحقيقه شو في؟ لك عم قلك هلا قال لي هو موقف بدي اروح شوفه واخذ له صيحه بدي اخذ. ايه روح انقل عند رفيقك ان شاء الله بيحبسوك معه وبخلص من شوفتك. الله يسامحك بدي اروح انا وحدي. لازم استعجلك والله احمد اخذتني. قطني بلاتني ربي يعقد. شباك ابو جانتي بالله زعلت مني. نحن مزحنا معك مزحه والله مبين عليك قبضاي وسكرت والقبضاي ما بيزعل من القبضاي. شبنا ماشي عمي. اهلين بهالشوارع. اهلين فيك. ما قلت لي شو عامل لك هالزغبه؟ ليش ما نمتي لهلا؟ خليان قلبي على اخوكي لهلا ما اجا. ايه بيكون عم يشتغل ما شفتيه امبارح امتى رجع؟ هالمرة غير شغل. قلبي حاسسني انه في شيء. ها انتي بعدين شو اللي فيقك؟ بدي اشرب مي لحموت من عطشي. اشربي تقبريني وروحي لا تاكلي يمي انا. يلا تصبح على خير. تلاقي الخير. يا ترى وين راح؟ ليش تذكر؟ يلا طول بالك طول بالك. تفضل عمي سعيد تفضل. بدي اسالك لك ابو ليلى يعني ما عرفت شو التهمه؟ والله ما خلينا محل الا ما خلينا باب الا ما طرقنا. ما ادري شو القصه ما بعرف شو بدي اساوي لك ابو سعود. طب والحل هلا؟ الحل بدنا نعمل لك تليفون نشوف بركي مدبر نطالعه. ماشي وانا رح اشوف شو بيطلع بايدي مع مدربي الثاني. لك حاجه لك سعيد حاجه بقى. والله حاجه لك انت ما بتعرف انه مدربك هذا شغل تقطيع شارع ما بيطلع بايده. بدنا شغله اتقل من هيك بكثير. ايه معلش يا ابو ليلى الحجر اللي ما بيعجبك بفجاك خاطره. مع السلامه. مع السلامه يا وليد. يا سعيد ما في وليد هلا. والله ما في وليد. على لولا لولا لا يابا ليش زعل يا خالا يابا ليش زعل يا خالا. وعلى لولا لولا لا يابا ليش زعل يا خالا يابا ليش زعل يا خالا. كنت
درايفر بريفل هارت ما بجبن بجبن فري دايركت بوصل زبايني بجيبهن جيبهن ستريت على العداد اكزاكتلي وي بيج بن بيج بن يا بابا خشيش ما باخد لا لا يا بابا خشيش ما باخد لا لا على لولا لولا لا يا بابا ليش الزعل يا خالا يا بابا ليش الزعل يا خالا أنا my eyes miss her face really really أسرت نهاري my darling وليلي وليلي يا شوك يا شوك don't increase my pain daily يا بنار الفرقة جت على يا بنار الفرقة جت على على لولا لولا لا ولي ليش زعل يا خالة يا ليش زعل يا خالة لك هي ما زعلت مني يا بابا هي زعلت لا حالا يا بابا هي زعلت لا حالا عليك يا أبجانتي والله طالبان يا باطن يا باطن نضل هيك مكتوفين الأيدي وأبجانتي بين القضبان قولي مين من أحكي له مع مين إيوه أف قيصر مالنا غيره ألو مرحبا عمي أف قيصر الله يخلينا ياك ما كنت اتصلت فيك بوقت متأخر بلا متأخر شو بدي إلك أبو عمي أف قيصر إلك ولا للديب ايوه لديب سكر بوشنا باطل عليك قولي هيك بلا ما رد لديب سعيد مين سعيد اهلين اهلين حزاني شلونك شو سجن ابجانتي شرطة شو شرطة عباي قولي أبو جانت شرطة حشيش لا شو عباية عباية عباية